طيب الكابتن خطيب بيشكل لجنه لتسهيل اجراءات سفر جماهير الاهلي، عمل النادي الاهلي لجنه بتضم الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والاستاذ خالد مرتجي امين الصندوق، والدكتور سعد شلبي مدير التنفيذي للنادي الاهلي، وعمرو الشاهيني مدير التنفيذي لشركه الاهلي، والاستاذ رضا صليب المدير التنفيذي لشركه الاهلي للخدمات، وان هم يكلفوا الشركات الوطنيه بتنظيم رحلات سفر لجماهير الاهلي الى المملكه المغربيه، ومتابعه استخراج التاشيرات بعد تلقي تاكيدات الكاف والتواصل مع الجهات المعنيه. يعني الاهلي عمل حاجه حلوه جدا، عجباني برضه. ان هو ايه؟ لا ما خلاش بقى جماهير يقول لهم لا روحوا انتوا بقى شوفوا هتسافروا المغرب ازاي، لا الاهلي ما عملش كده، الاهلي قال للكاف انا هدفع الفلوس بتاعت التذاكر ال 50%، الاهلي هو اللي هيدفع الفلوس. والاهلي عمل لجنه فيها نائب رئيس النادي وفيها امين الصندوق وفيها مدير شركه الاهلي للخدمات ومدير شركه الاهلي لكره القدم، كل الناس دي هتشتغل، هيعملوا لجنه عشان يسهلوا لجمهور الاهلي ان هم ياخدوا التاشيره ويسافروا المغرب وياخدوا تذكره المباراه عشان يبقى عندنا اعداد كتير. امبارح المغرب اعلنت ان ساعه الاستاد 50,000، فبالمعنى ده يبقى احنا جماهير الاهلي هتبقى 25,000. اتمنى ان جمهور النادي الاهلي يبقى حريص انه يسافر ويتواجد في الاستاد عشان ان شاء الله يؤازر النادي الاهلي في المباراه النهائيه. والاهلي عامل شغل في خلي بالكم، انا قلت في الاول الاهلي غلط في الاول عشان ما انتوا ما تقولوش انا بجامل الاهلي، الاهلي غلط في الاول عشان ما قدمش طلب لاتحاد الكره المصري ان هو يستضيف نهائي دوري الابطال، الكلام ده في شهر يناير. خلاص الغلطه دي خلصت، خلاص احنا دلوقتي قدام امر واقع ان المباراه هتتلعب في المغرب. فالاهلي بقى بيشتغل مع الاتحاد الافريقي وعامل لجنه عشان يعني يحافظ على حقوقه ويضمن لجمهور النادي الاهلي ان هو يكون متواجد في الاستاد، ويضمن لفريق النادي الاهلي ان هو يلاقي مؤازره جماهيريه في المغرب، وان شاء الله الجمهور يسافر. وانا قلت لكم قبل كده في الكوره مع احترامي النادي الوداد واحترامي لاي فرقه في افريقيا، الاهلي من اقوى الفرق في قاره افريقيا، وهو اقوى فريق في قاره افريقيا. طيب.